ثم دخلت سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائة دخلت سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين هجري قال ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم يقول ابن الأثير في هذه السنة نفس السنة في هذه السنة في سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين يوم عرفة قتل شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم بعرفه وهو اكبر الامراء الصلاحيه وسبب قتله انه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب اذن من صلاح الدين ليحج ويحرم من القدس لاحظ قبل قليل هو انتقد صلاح الدين قدح بصلاح الدين طعن بصلاح الدين شخص اخطاء صلاح الدين شخص ما ترتب على مواقف صلاح الدين وعن مواقف صلاح الدين من ضرر كبير بالاسلام والمسلمين وبالمقدسات اذن لا باس بهذا لكن لاحظ النفس لاحظ التوجه لاحظ التعصب لاحظ العنصريه لاحظ الطائفيه لاحظ كيف يعالج الامور يقول وسبب قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب إذن من صلاح الدين من الذي طلب هذا ابن المقدم طلب إذن من صلاح الدين ليحج ويح ويحرم من القدس ويجمع في سنة بين الجهاد والحج وزيارة الخليل صلى الله على محمد وعلى, محمد وعلى جده إبراهيم الخليل سلام الله عليه وعليه وعلى آله الصلاة والسلام. ويجمع في سنة بين الجهاد والحج وزيارة الخليل عليه السلام وما بالشام من مشاهد الأنبياء، وبين زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، فأذن له فلما كانت فلما كان عشية عرفة تجهز هو واصحابه ليسيروا من عرفات فامر بضرب كوساته التي هي اماره الرحيل فضربها اصحابه هذه قافله الحج من الشام التي وصفها وذكر من موجود فيها يقول فارسل اليه امير الحاج العراقي وهو مجير الدين طاش تكين طاش تكين ينهاه عن الافاضه من عرفات قبله ويأمره بكف اصحابه عن ضرب كوساته فارسل اليه اني ليس لي معك تعلق انت امير الحاج العراقي وانا امير الحاج الشامي وكل منا يفعل ما يراه ويختاره وسار ولم يقف ولم يسمع قوله فلما رأى طاشتكين هذا طاشتكين لما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه ويقولون الشيعة فرس عجم أعاجم صفويون أو صفويين مجوس غير عرب اسمع من هذه الاسماء اقرا الاسماء اقرا التاريخ هذه كتب التاريخ اقراوا التاريخ هذا تاريخكم هذا واقعكم واعلموا من هم العرب الاصلاء من هم العرب الاقحاح ائمه الشيعة وعلماء الشيعة ام الاخرون محدثو الشيعة خلفاء الشيعة رؤساء الشيعة زعماء الشيعة أولياء الأمور الشيعة الأئمة الشيعة أم غير هؤلاء يقول فأرسل إليه أمير الحاج العراقي وهو مجير الدين طاشتكين ينهاه عن الإفاضة من عرفة قبله ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوساته فأرسل إليه إني ليس لي معك تعلق أنت أمير الحاج العراقي وأنا أمير الحج الشامي وكل منا يفعل ما يراه ويختاره وسار ولم يقف ولم يسمع قوله فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم فلما رأى طاشتكين اصراره على مخالفته ركب في اصحابه اي من العراقين ركب في اصحابه واجناده وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم وطماعتهم العالم الكثير والجم الغفير وقصدوا حاج الشام مهولين عليهم لاحظ صنف بين الحاج العراقي وبين الحاج الشامي اعطى وصف للحاج العراقي قال من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم وطماعتهم العالم الكثير والجم الغفير وقصدوا حاج الشام مهولين عليهم فلما قربوا منهم خرج الامر من الضبط وعجزوا عن تلافيه فهجم طماعة العراق فهجم طماعة العراق على حاج الشام، عيب مثل هذا الاسلوب من الكلام. فهجم طماعة العراق على حاج الشام، نحن لا نريد ان نزكي ولا نريد ان نمنع الاخرين من التقييم لكن عليه بالتقييم الواقعي. التقييم المنصف لو كان الكلام مع العراق واهل العراق وهم من قتل الحسين عليه السلام ليس عندنا مشكله في هذا لكن عندما يقارن اهل العراق يقارن حاج العراق مع حاج الشام وبهذه الطريقه وبهذا الاسلوب فهذا ليس فيه انصاف ولو انصف لانتقد امير الشام على اقل تقدير لاحترم امير العراق لاحترم لا امير الحج العراقي وذهب اليه واعتذر منه واقنعه بالذهاب وبالرحيل. اما ان يتعامل عليه بتعجرف وبتكبر وباستهانه وباستخفاف وباذلال وباحتقار هو الذي ادى الى ان تصل النتيجه الى ما وصلت اليه. فان كان شخص او جهه يقع عليه اللوم فهو أمير الشام، قلنا لسنا في مقام الدفاع عن هؤلاء أو عن أولئك.